لا تهكلوا لا الهم، بدكن يا حرب نحن حاضرين ومنكمل للحفر اخر ابر بالهيبه. انا جبل شيخ الجبل، ليت مع عيال ورم النسوان من دير جبل، ما تهكلوا لا لم من دير، نحارب لنحفر اخر ابر بالهيبه. انت مين بتحبي؟ زبل شيخ الجبل. اعطي بوسه. هذه البوسه من البنت، من الولد، مش ما تفهم غلط. طيب هذا طبعا نجاح لما يوصل الناس النجاح، لكن الحمد لله في ناس، يعني في مؤسسات مجتمع مدني، في ناس مختصين في علم النفس، ناس مختصين في القانون، عندهم عتب كثير عليكم انه انتم قاعد يعني ينعكس العمل سلبا على اجيال. المساله ما صارت بس تقليد، المساله احيانا ممكن تحرض او تحفز على العنف. خليني اوريك فيديو عتبه الناس عليه كثير. روم ربيع يلفي في طارق مصري الى تايم حسن وجبل شيخ الجبل لعيونك. هذا الفيديو يا تايم نتمنى تنزله عندك على الصفحه على الفيسبوك. سوري على اللانجوج، يعني ما تفش نحكي انجليزي. طيب لعيونك يا تيم حسن، انت المشكله انه ذولا يقلدوك وعملت ريتويت. لفت النظر انه انا هذا منزله عندي، واتضح لي من ايام قليله انه هو مركب تركيب. أه. هدول الناس واللي عم يحكي متركب الصوت على الصوره. أه. يعني هذا الفيديو لناس بمكان اخر، واللي عم يعلق يعني قديم ومركب عليه انه لعيونك يا تيم حسن. ما له دقيق الفيديو، انما انا فهمان هي ما وصلت مؤسسات مجتمع مدني، بالاخر نحن عم نعمل فن، واكيد بجزء من الفن فيه في مسج، في رسالة المفروض هي، بس يعني أنا بعتقد أنه عمر التلفزيون وعمر السينما وتراكمه هلأ صار الإنسان شوي بيفصل، أنه ها يعني هذا شيء مشكل تشكيل لمتعته ولتسلايته بدرجة أساسية. أطفال إلى آخره، شو أطفال؟ نحن أنا نفسي ولا رفقاتي ولا هلأ تحديداً الأولاد ما بيعتبر العيد عيد إلا إذا مسك له الواحد مسدس أبو خرطوش في شتيك هذا وطقطق فيه. يعني المسألة كمان ما نعطيها أبعد من هيك، وخصوصاً يعني معلش إنه نحن يعني مالنا كمان عايشين بمنطقة، شو بدي أقول لك، يعني سويسرا أو غيره، أكيد في علينا مسؤولية لرعاية المسج، للانتباه لهذا الموضوع، بس بالأخير هذا فن. صحيح. وهذا مسلسل. إيه؟ هذا خيال، ونحن خيال. خلينا أبدأ من عند هذا خيال وهذا فن. يعني أنت لما عملت الريتويت كان الناس منتظرين أشكر محبتكم، ولكن إحنا نمثل وأتمنى أنه ما ينتقل السلوك للشارع. أنت لأنك أنت واحد قدوة اليوم عملت ريتويت، بس السؤال أليس من الأول أنك كنت تضع هذا التعليق، وفي نفس الوقت أنت ذكرت أنه مفبرك هذا الصوت عليه، كنت تعرف قبل لا تعمل الريتويت؟ لا 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 أبدا، هذا ما نو ريتويت، هذا على إنستغرام نزل بوسط مجموعة من الفيديوهات. ريبوست يعني. أي يعني نزلته عن عندي. لا هذا يعني أي حقيقة ما نو يعني لا لا ما نو يعني ماني أنا كمان شايف، ما زال عم نقول عن هذا الفيديو انه هو فيديو ما له مزبوط مركب تركيب، فخلص مات الموضوع. طيب في فعلا جاكم شكاوى دعوة يعني على المحاكم او لا؟ في دعوة يعني رفعت وخلص احتفظ فيها وانتهت الموضوع، هذا انتهى. طيب